ما يقارب 10 حالات جديدة مشتبه إصابتها بسلالة البريطانية والنيجيرية المتحورة لفيروس كورونا يتم تشخيصها عن طريق التحليل الجيني بمعهد باستور قبل الإعلان عن نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة. بعد الإعلان عن الحالات في الأسبوع الماضي كان توجد حالات مشتبه فيها، حاليا كان 10 حالات يتم فحصها وتشخيصها للتأكيد أنها سلالة بريطانية ولا سلالة أخرى. هذه لا فاز نهائية تاع سيكونساج كنلحقوا هنايا باش نقراو نديروا هنايا العينات تاعنا نحطوهم في هذا هو سيكونساج سيكونسور ونقراو النتائج هنايا واللي هاك تشوفوا فيها هنايا هذه هي النتائج تاع سيكونساج باش نقدروا نقولوا اسكو هذا بريطاني ولا سود افريكان ولا نيجيريان ولا. وامام ظهور هذه الحالات في الجزائر يكشف المختصون الفرق بين سلالتين، فاذا كانت البريطانيه سريعه الانتشار فان النيجيريه لا تزال تحت المراقبه لمعرفه الاعراض التي ترافقها. السلاله البريطانيه ولا السلاله النيجيريه الاختلاف بيناتهم، هي السلاله البريطانيه كما هاكو سامعين وهضروا عليها بزاف باسكو هي منتشره براتيكمون في العالم كامل، سريعه الانتشار، بينما السلاله النيجيريه الى حد الان مازالت كومون سو سورفيونس، مازال يعسوا فيها، مازال ما على بالناش اكزاكتومون ما هي الاعراض اللي تقدر تمدهم بارابور لي زوتر فاريون. من جهة أخرى يرجع المختصون عدم الانتشار الواسع لسلالة البريطانية في البلاد إلى مواصلة غلق الحدود مع الدول التي تعرف انتشارا واسعا لمتغيرات الفيروس. إلى حد الآن الفول ما تحلوش، وهذا سبب كي تريز امبورطون على هذيك اللي الوباء ما هوش منتشر بقوة، دخلوا كالكو كان انتشروا في العائله في المحيط العمل، بصح ما كاش هذاك الانتشار كما رانا نشوفوه باسكو هذاك الانتشار الكبير هذاك سي لي فواياجور. ومهما يكون تبقى الوقايه دائما خير من 1000 علاج مع التمسك بالتقيد بالتدابير التي اصبحت من اهم توصيات اهل الاختصاص.